قد جمعنا. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله
على الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك الإكرام. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلص ولا كريم. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومكة تجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم آمين. وبالله نستعين. ونبدأ التلاوة من سورة النساء من الآية 163 من قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. ضم الحاء. حجة. نعم. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أحسنت، بارك الله فيك. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن
الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أحسنت بارك الله فيك يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد قف على كلمة ولد في ميم صغيرة هذه تدل على الوقف اللازم الميم الصغيرة في كلمة ولد هذه علامة من علامات الوقف اللازم إذا رأينا هذه الميم نقف إنه إذا وصلنا يتغير المعنى سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا بارك الله فيك لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أحسنت بارك الله فيك يا أيها الناس
الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. بين حرف اللام يا عبد العزيز. وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. يا استاذ سنان معصب كذا صفق الباب وهو طالع. لا لا عادي 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 ايدي نظيفه حياك حبيبي الله يحييهم. باذن الله الامور زينه. شباب مساكم طيبين. بالسلامه. الله يسلمك. اول شيء منو؟ وحدك سلمت من الشمراني. لا الشمراني هو متوعد فيني باليوم الاخير بس عسى الله يستر منك. اليوم احنا طبختنا مختلفه شوي. احنا بسبب امكانياتكم الجميله وبسبب ان احنا باليوم قبل الاخير بفقره اكله سريعه حطنا لكم طبختين بدل ما هي طبخه واحده. طبختين بالراس توجع يا ناصر. طبختين يا عزيزي. لكن اللي معانا شيء سهل يعني ولا راح ياخذ ولا شيء. الطريقه الاولى طريقه عمل الجمبري المقلي بالبقسماط. طيب ولعبتي. والثانيه طريقه عمل سلطه الطحينيه. الثانيه طريقه عمل سلطه الطحينيه. طيب احنا عندنا طريقتين اليوم، طريقه عمل الجمبري والمقلي بالايش ما اعرف اقراها انا بالبقسماط. طيب بقسماط. والثانيه سلطه طحينيه. الوقت اللي معاكم 25 دقيقه بالضبط. الله. علشان تنزونها وباسرع طيب. وقت تخلصون بالاخير. من اللي راح يحصل على 500 نقطه؟ من راح يحصل على 300 نقطه؟ من راح يحصل على 100 نقطه؟ هذا اللي راح نعرفه ان شاء الله لكن في نهايه هالفقره. طبعا احنا نبدا مثل ما ذكرت ودائما ما اذكر. طيب ابدا بالوقت يا شباب. ابدا بالوقت. نبدا بالوقت. قصدي الشباب اللي بالكنترول يبدون بالوقت انتم عشان تبدون. يلا نتوكل على الله. يلا بدينا. طيب طبعا زي ما اذكر انا دائما لكم ان هالفقره برعايه شركه السيف للتوكيلات التجاريه يعطيهم العافيه. وش تبي تشغل يا قلبي؟ طيب الورقتك فلا يحترق. حطها هنا اذا ما تبغى. بعدين ليش ما تلبس هذا يا احمد؟ الحين البسها. شركه السيف غاليين علينا فلازم نلبس شعارهم. ابد غاليين علي والله بعد. الله يسعد قلبي. عادي كذا تكثر الزيت؟ ها؟ عادي تكثر الزيت كذا؟ ولا هو كذا يعني؟ ممكن يكون ايش اذا حتى والله حار مره شكله. حاضرين؟ كم عندي احمد؟ كم عندي حمودي؟ يا الله كذا والله العظيم ترى ما طيب معكم 25 دقيقة علشان تنزلوا لنا هالطبختين او الاكلتين بشكل سريع، عمل جمبري ومقلي بالبقسماط، وايضا عندنا سلطة الطحينة. والتوقيت راح يكون شغال على الشاشة. الاول مع الجودة راح يحصل على 500 نقطة، وايضا انا استقبل تعليقات المشاهدين وايضا اسئلتهم عن طريق هاشتاج مكة تجمعنا 19. طيب عصير ليمون. احنا اليوم 19 سم. عصير ليمون حامض. اها اللي هو الليمون. الليمون بالضبط. احنا راح نقرا من هاشتاج مكه تجمعنا 19 اللي هو اليوم 19 من برنامج مكه تجمعنا وايضا من شهر رمضان المبارك. عسى الله ان يتقبل من الجميع. طبعا اللي معي غنيين عن التعريف
19 يوم وهم لازقين وجيهم بالشاشه، فاكيد انك حفظت اسمائهم. ناصر الكنهل، احمد الكثيري، عبد الله عمر. عبد الله عمر من فريق او من مجموعه عبد الله، ما انت عارف، قلت مدير الاعداد اللي عارف الرفاده شاطر. بس انا ابغاك تقولها عشان اتاكد معلوماتك هل صحيحه ولا لا. معلوماتي انا؟ معلوماتك انت نجم. طيب ناصر، ترى احمد الكثيري من مجموعه السقايه. انا وعدتك ان ناصر الكنهل من مجموعه، طبعا عبد الله عمر جزاه الله خير صور لي صوره ونزلها، فجالس يقول ناصر اذا كانت طبخه صعبه هبطبخ ناصر على نار هاديه. ايش قالوا لك الناس يا عبد الله؟ قالوا لي ما في، كله عظم ما هي مشكله، نعمل لك مقادم اذا هو يطيع قلبك يا عبد الله. فعسى الله يقويك. نعم، اقول اذا هو يطيع قلبك فعسى الله يقويك. اسلم 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 يا حبيبي يا حبيبي، هذا والله بياكل بيت فضغط معه بيضرب كذا. يا ناصر والله مسكروا زين. طيب الله يهديكم. طيب ملعقه ملعقه كيف كيف ملعقه تحاول تنظف ولا شيء؟ عطني ملعقه. طلبت منك الله يعافيك. او غسله او غسله. شو غسله؟ انا ما ادري هو الثوم ينهرس بالطريقه دي ولا لا. خذ هذه ملعقه صغيره معك. لكني سوي جرب. بسم الله. طيب هذه اول الاعياد في نهار رمضان، احنا عيدنا قبل العيد مع ناصر الكنهل وهذا اول عيد، راح نشوف ايش الاعياد الثانيه. عسى الله ييسر. شفت ناصر سوى؟ ملح كلاب. كب الملح كله جزاه الله خير. طبعا شركه السيف للتوكيلات التجاريه يعطيهم العافيه، هم من رعاتها البرنامج ومن رعاتها الفقره، وهم من اول الناس اللي بادروا برعايه اكله سريعه في برنامج مكه تجمعنا. بمجرد ما ذكرنا ان البرنامج راح يكون في مكه وايضا في شهر رمضان المبارك، جزاهم الله خير بادروا. طيب لكن في معلومات جدا مهمه. سمي يا حبيبي احمد. وين المقشر شيء فيه ولا؟ قصدك المبشره؟ حصلتها ولا؟ هذا اليوم 19 انا موجود هنا ومع هذا ما احفظ اماكن ال مكانه. مبشرة يا شباب. فوق فوق فوق. وين فوق؟ انتهيت من هذه يا احمد. لا خلاص حصل الرجال. طيب ناصر ما في ملعقة يا ناصر؟ في ملاعق يا قلبي هنا كثير. ناصر ناصر وين حط لك هذه؟ ايه ها؟ لا لا خلاص اعطيك الملاعق اللي تبي. يلا هذا اللي قلت له. انا قلت طلع منه ملح انه كثير، لو تغسل ربيان يكون خلاص. لا خلاص راح الملح. بس بس يعني مو هنا، مو هنا، مو هنا، في تحت، في تحت صفايه. صفايه يلا موجوده، صفايه موجوده معه. هذه البدايه. كب الملح كله يا ياسر سنان. اما عندي ناس رايقين كذا جالس يطبخ وهو ساكت سايلنت. الله يديم عليك هالروقان يا احمد. والله انا على اعصابي صراحه. على اعصابك ليش؟ والله مالني في الطبخ يا شيخ. اسوي لك كوفي اللي تبي، تبي اسبريسو، تبي كابتشينو، تبي موكا. والطبخ؟ ها؟ والطبخ؟ شكشوكه. لكن الواحد يسوي اللي عليه. في واحد بالكنترول يقول انتبه يا ناصر بعد عنه، شكله مو فايق مره. شكل كذي بسدد لك بنية. خلني اجيب جنب سمية. والله خايف منك انا احمد. يا اخي مشكلة هذه ما تجي الا فوقت ال مشكلة ليش؟ نكبة يعني؟ ذي لا يا اخي ما تجي الا صايمين يا شيخ، ما الجو ما ادري شلون. هذا بقسماط؟ اي. طيب ايش يقول لي؟ قشر طيب انا سالت سؤال يا احمد، سالت سؤال المره الاولى لما كنت مجتمع بالمطبخ. ايه الدله عرفتها؟ دله السيف. ايه انا قلت المعلومه بس ما ادري هل هي وصلت لك ولا لا. اللي هي دله السيف وش يطبخون فيها؟ ترى علمتكم انا ذاك اليوم قهوه.
اوه لا والله بطل والله. كيف؟ والله بطل والله، والله بطل. اتعلم يا ابوي. دلت السيف طبعا. ناصر ناصر ولا زيت الله فيك، ما ادري شو تولع. سم؟ زين زين. بس خل عالي شو، مو بعالي مرة يعني. يا رب انه في واحد حقي هنا اللي هنا. صور صورني ناصر بجوالك. اصورك بجوالي؟ صورني تكفى. لا يا عزيزي لا. انا جيب الجوال عشان اقرا تعليقات المشاهدين. لا صورني. قدامك واحد اثنين ثلاثة أربعة حوالي ست كاميرات، تبغاني اصورك بجوالي؟ طبعا دلة سيف يا احمد ولا يهونون الشباب. كيف يعرفون انها الاصليه؟ الاصليه مكتوب عليها من داخل اليد ميد ان اندونيسيا. هذه هي الاصليه. لان ترى على فكره يا ناصر انت جالس تكلم ياسر سنان، ياسر سنان صوته مو طالع لايف. اي عادي عادي، فلا مشاهدين يفهمون ولا شيء ترى. هو مو مهم يعني، مهم انه هو يفهم. وهل هو مسموح يعني يا ياسر ولا مش مسموح؟ لا مو تسلم. يعجبني اللي يفهمه وهي طايره. طبعا دله سيف زي ما ذكرت لكم انها هي من دله الكهوى الاصليه، موجود لدى فروع السيف في انحاء المملكه، ارقام تواصلهم تظهر لكم اسفل الشاشه. زي ما قلت لكم انها على اليد مكتوب ميد ان اندونيسيا، هذه هي الاصليه. وطبعا عندهم مجموعه من البراريد الشاي على قولة واحد من العيال. صحيح جمعه كذا براريد؟ والله ما ولا برادات؟ برادات برادات الشاي، لنا تعود الى مذكر غير عاقل. ايوه فمنع من ظهوره الجر المسحوب على. ايش رايك عبد الله عمر؟ رايي اني ماني فاضي. رايك ما تفاضي؟ ايه طيب ما حصل الله يقويك. الحين مقادير الطحينيه كيف؟ مقادير يا قلب العنه مقادير. انت هذه المقادير. طيب حافظ الله يقدر هذا كله كيف؟ لا لا ما حد جاب عيد، الامور اوكي كويسه. ملعقه كبيره طحينيه وين؟ هذه يعني إيه. هذه طحينية طيب. عصير ليمون حامض، هذا الليمون. فص ثوم مهروس اوكيشن. ملعقة صغيرة كمون. ايش؟ كمون. ايوه موجود هذا صح. طيب طيب بقدونس. اوكي هنا بقدونس. ملعقة صغيرة زيت زيتون. اوكي هذا زيت زيتون. ملح. طيب حسب الرغبة. اوكي 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 وكذا امورنا احنا بالسليم. عبد الله عمر انت ما انت فاضي لي، لكن انا بشوف النتيجة النهائية معك، لان الشباب كلهم جالسين يسولفون ويدرشون. انا ماني فاضي للاعراب. اي مو مشكله يا شيخ عبد الله، بس انت لبالك. مو مشكله يا شيخ عبد الله، بحطك على نار هاديه ان شاء الله. طبعا في شيء كنت بقوله قبل شوي قبل لا ارجع لتعليقات المشاهدين، ان في ترامس شاي براريد على قولة ناصر الكنهل او برادات، هم جالسين يرضون جميع الاذواق. في ترمس اسمه برشلونه، في ترمس اسمه جيمس، اتوقع جيمس رودريغوز. ناصر قصر 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 ناصر قوة قوة. طبعا الترامس هذه توها نازلة جديدة. ايه. ولها تقريبا شهر وموجودة في جميع فروع السيف. عالية الجودة. لكن خليني ارجع للهاشتاج مكة تجمعنا وخلنا نقرا تعليقات المشاهدين. في مويه. في مويه بعد عيني، هذا المويه عنده. تمام. ترى كمية كفاية. ها؟ ناصر. كفي؟ كذا. كم اسوي؟ كم اسوي؟ يعني حط قدر معقول يعني مو. ناصر لو سمحت قل احمد ينشد الحياة عمر، والله ما اتوقع راح يمدي ينشدها. على الخبصة اللي صاير هنا. ينشدها لكم مرعي، هو اللي كان موجود هناك معنا. منو مرعي؟ لا يا ابن حلال مرعي ابثرنا يا اخي قبل يومين هنا ازعجنا. مرعي انسان يا اخي مزعج. شفت ذاك اليوم ايش جالس يقول عنك؟ ها؟ شفت ذاك اليوم ايش جالس يقول عنك مرعي؟ من حبه لي جالس يخم من خلا ويقول سيد شجره وما ادري ايش جالس يقول. من حبه لي. من حبه لك يعني عادي اي واحد ينتفك عادي. لا مو اي واحد ينتفني، اي واحد ينتفني يلقى نصيبه. اجل الوعد بكره ان شاء الله يا احمد. وين الزيت؟ ها؟ اذا صرت بكره ما انت موجود الوعد بكره. الزيت نحطه ان شاء الله. حصلت زيت ولا لا؟ لا. الزيت شباب انا حطيته لازم كل شوي ادور انا. وش شغلك طيب؟ سم؟ وش شغلك؟ انا شغلي اوقف واطقطق عليك يا شيخ عبد الله. الله يسعدك. يا ناصر لا انت المقلاه ذي. المقلاه؟ طيب هذه هي موجوده هنا. ما ادري اسمها مقلاه هي اللي شو اسمها تشيل. يا الله. وش المقلاه؟ نفس اللي معك قصدك؟ لا لا ابي اللي اقلب فيها ذي. الملاس قصدك؟ ملاس ما ادري. كل ملاس. تبغى خشب ولا تبغى حديد؟ ها؟ اللي تبي.
تبغى خشب ولا حديد ولا لتامر فيه بس؟ حديد حديد. شو ملعقة صغيرة كبيرة؟ آمر بس دلنا. لا زيدني، كيف أزيد النار؟ طيب أنا أزيد لك، إيش تبغى؟ أي ملعقة تبغى أحمد؟ ها؟ أحمد إيه أي ملعقة تبغى؟ هذه أوكي لتامر فيه. أزيد لك النار؟ زدتها ستة أنا، زدتها ستة. تمام. نان يقول كثرت الملح شكل الشباب بيجيهم ضغط. مو كثر ملح هو زاد عليه. هو كذا مكثر. يا كثر طلبات الاناشيد هنا. احمد رد عليهم قل لهم. ايش رايك؟ ماذا اقول وفي الفؤاد لوعة الله مما مضى وفؤادي يتمزق. الله ناصر كم باقي؟ كم باقي الوقت يا شباب؟ يلا باقي 12 دقيقة ترى يا شباب. لا يا ناصر كلام كبير. يلا شدوا حيلكم. طبختين في 25 دقيقة. سامو بوي. الناس الطيبين أول طبخة واحدة في 40. الله يعطيكم العافية. وانقطع البث. الله يعافيك. والله انقطع البث. ما أدري وش رحنا مصر. رحت لمصر؟ ما البث يعني زي كذا يعني صار يجيبون تأملات ما أدري. أوكي. طبعاً ناصر أنا طلبتك الزيت وما جاني. لأنك أنت تقول دوري. فدوري ما له علاقة إني أجيب الزيت أنا شيخ عبد الله. أبد أنا ظنيت إنه يعني شفت أنا شفت يا عبد الله يا عبد الله هذا درس بسيط يقول لك الأسلوب شوف بس طيب ممكن غلطان معليش عشان أقابل الإحسان بالإساءة تفضل هذا الزيت هذا الزيت شيخ عبد الله تقابل الإحسان بالإساءة صحيح هذا الزيت صحن 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 ناصر يقول انك طلعت زيت ايش تبغى صحن يا تبغى صحن صحن بس تبغى ايركس ولا صحن عادي ها تبغى ايركس ولا صحن عادي ناصر يكفي هذا شوف يكفي خلاص ناصر طفى طفى هذا قولوا لي يكفي يا شباب ولا لا اظن لا تبغى صحن هذا يا احمد شويه اشوف اي اهم شيء حط فيه بس شويه بس يا احمد براحتك شوي زياده براحتك تحط بس صحن هذا تفضل حبيبي ناصر سم بوي الله يسعدك جزاك الله خير الله يخلي قلبك وقابلت الاحسان بالاساءه كم عندي عبد الله؟ ما عندي عبد الله الا واحد بس. عبد الله عبد الله اخوي. قابلت الاساءة بالاحسان. لا هو قال انه قابل الاحسان بالاساءة ابدا انا ما كذب ناصر. لا انا ما قلت يا شباب. ابد. ناصر. سم. اليوم شفتك جالس في السيب عند غرفتك. يا اخي عن الفضايح يا شيخ عبد الله. حزنت عليك والله. عن الفضايح يا شيخ عبد الله. ولما عرفت عمرك صراحة يعني. عن الفضايح يا شيخ عبد الله. ها؟ اقول عن الفضايح خلينا حبايب. لا ابد ابد. عاد سبحان الله والله ما استمتع الا اذا جلست بالممر هذاك والله ممر رائع صراحه صراحه المنتجع هذا بكبره شيء رهيب منتجع روحان ما شاء الله تبارك الله عليهم والله رايتهم بيضاء طبعا في فرق بين غرف المتسابقين وغرف الاداره يعني. ما تقلب اللي عندك برضه ناصر سم في فرق شاسع بين غرف المتسابقين وغرف الاداره اكيد الاداره لازم يريحونهم عشان يريحون المتسابقين اها كويس هي سلسلة يعني يا شيخ عبد الله ترى. ني هذا ولا اوكي امورك؟ لا لا خلاص اموره بسليمة يعني. طيب يلا عسى الله يقويك. انا خلصت الطبخة الأولى. بس الناس طف طف النار يا شيخ ما ادري انا قصدي بايروكس جالسين يضحكون علي يقولون ايروكس. انا ما قصدي انا زل ثاني يعني. طفيها طف. خلاص قصدي؟ ايه خلاص تمام. بيطبخون أكلة بحرية مثلنا. أحمد بالله عجل. بالله النشيد خليه بعد الطبخ ينشد قل لي زين الاكل اهم شيء يتاكد من استوائه ناصر اشترها على سلك لك كسرت صابعي وانا اقول يوم 21 في بث او حفل نهائي كادي يوم 21 اقلاب ترى مهم يا شيخ احمد اجيب لك اجيب اجيبها ابشر عجل 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 لا انت ناصر هذه الكميه كافيه من الجمبري كميه كافيه يا عبد الله ها كميه كافيه طيب مساك الله خير نطفي النار ونفتك منها يا
ليش؟ بسم الله. طيب. يا الله. هذا. طيب. نكتفي يا ناصر؟ اقصد انا بالمقلي يعني. يكفي يكفي يكفي. بس كنا ايش بريحة حرق ولا؟ لا لا بس عشان طولت انا على. شباب هناك في زيت حار. زيت زيتون. طيب شباب تبلتوا انتم ولا لا؟ ولا عبد الله عمر بس؟ انا تبلت. اللي هو؟ نتبل التتبيلة العادية. أوه. اما طيب احتاج ليمون. في واحد من المشاهدين يقول ترى الريحه تفطر، ايش رايك يا شيخ سلطان؟ الريحه تفطر. طيب ان شاء الله انه في ليمون زياده. في ليمون. يا سلام. طيب في سؤال جاني قبل شوي عن يوم 21، هل هو راح يكون في بث ولا بس الحفله ختامي؟ لا يوم 21 راح يكون بث عادي لكن بدون فقرات، راح يكون المجال متاح للمتابعين. ما نبي بيض صح في السلطه. براحتك، هذا المكتوب قدامك يا احمد قلبي. طبعا يوم 21 راح يكون يوم عادي جدا للمتسابقين. وين مويه؟ تقول لي يا ناصر مويه وين؟ هذا المويه قلبي عندك. اغسل بغسل. تغسل هنا. هنا احمد. هنا. اغسل عندك هنا لو حبيت. خلاص ما طبعا راح يكون الحفل ختامي. اسلم اسلم. سلم. حار مشغل نار انت. لا طفيت. بس انتبه ترى ساخن. شيخ عبد الله. هلا. يعني الضرر مو مكتفي على نفسك لحالك، حتى الضرر امتد على الاخرين. لا 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 تاكد من احمد. شوف احرقت يد الرجال. احمد احرقت يدك؟ هو يقول انا ما قلت والله. سلامات يا احمد سلامات. سم؟ اقول له سلامات. الله يسلمك. كم باقي يا ناصر؟ كم باقي؟ باقي 6 دقائق يا شباب. باقي لكم 6 دقائق يا شباب. وين الملاعق؟ اوكي وين الملاعق؟ الملاعق هنا. الدرج اللي فوق هذا. ناصر قل له كثير ينشد، والله ما عنده وقت انه ينشد. شوف الجلافز عندك هنا. وين حطيت لك؟ وين؟ هذا هو. خمس ملاعق فنية كبيرة. اللهم صل على محمد. طلبات الاناشيد والله اشوف انه مو وقتها ابدا انه المشاهدين يطلبون طلبات اناشيد. تقول لك كثير ينشد من روديان. نبغاك تنشد لنا يا ناصر الحربي. انت انشد ناصر. رايك ناصر؟ انشد ذي اللي دائما تقولها. وش هي؟ قلتها في رصيدك اسبوع الاعداد. تذكر اسبوع الاعداد حقكم؟ وش كنت تقول اناشيد؟ اسبوع الاعداد تحضير حق رصيدك ثلاثة. ناصر والله. إذا أبنشد فهو تربية طلبك يا ناصر. يا بعد قلبي والله. والله يا ناصر إني أغليك صراحة. يا بعد عيني. والناس أتوقع لهم مستقبل كبير إن شاء الله. يا بعد عيني والله شيء. غير إن حاضرك جميل يا بعد. شيء أتشرف والله فيها ناصر. طيب ناصر أنت صوتك كويس ولا لا؟ والله صوتي من جنبه صراحة. والله؟ والله صوتي مو حلو. ولا بس متذوق صراحة. ولا حتى محاولة؟ والله لا والله ما حاولت إني أحاول عشان ما استطعنا بس ما استطعنا لكن المشكلة ودي ألبي رغبات. أنا خلصت يا ناصر. انتهيت؟ طيب انتهيت. نظف نظف المكان يلا. عبد الله عمر هو الفائز وحاطين طيارة من ترف الماجد. الله يسعدك يا ترف. سالفة الطيارة؟ هذه ها شيخ عبد الله؟ هذه لعبة كان يلعبنا إياها ناصر الآن بعد الفجر الله يسامحه. الله يجزاك. طيارة دور فيها يا شمالي دور فيها هاي ناصر. دور فيها لا تبالي. نهرسه كيف ذا؟ كيف ينهرس ذا؟ بقدونس مفروم. كيف؟ كيف نهرسه؟ دبر نفسك. شوف السكين. طيب شوف شوف السكين وهنا عندك هذه. عيش تسمع يا ناصر؟ اقول لك انا والله ودي انشد بس المشكله قدامي واحد يا اخي قام بالانشاد مع انه برغوث. والله ما شاء الله عليه بس عاد مهما كان يبقى الانسان يحاول يعني. ما اقدر انشد انا وما عندي قدامي. يحترم اكثر الشخص اللي يقول كذا؟ يحترم اكثر؟ نعم.
بيض الله وجهك يا غالي. الله يسعد لي قلبك. لا والله عندي سؤال فني. ترى يجي منك. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. والله يجي مني والله. والله يجي منك. يعني سمعكم شيء يعني؟ لا تكفى ناصر تكفى. سمعكم شيء يعني؟ ناصر. لا تكفى تكفى. لا عنادا لك طالما ان احمد طلب وناصر طلب فبنشر. يلا سمع سمع. الله يصبرنا. لا جرس يقول لي بالاربيز. لا يا عزيزي لا. حتى الكنترول طالبين منك حفاظا على البيئه انك ما تنشد. لا ابنشد يا شيخ عبد الله. تكفى. يلا روح. ارحبوا يا طيبين الفعالي من جنوب المملكه للشمالي من بحر جده لمكه وطيبه للخليج اللي على القلب غالي. السلام ورحمه الله عليكم اسعد الله صبحكم والليالي. السلام ورحمه الله عليكم اسعد الله صبحكم والليالي. ايش رايك عبد الله؟ ترى عناد لك بس ترى صوتك جميل حبيبي والله. والله ما توقعته كذا يا ناصر. بس انا لان الشباب ما راح ينشدون وكل الطلبات عندي انشدوا انشدوا فقلت خليني انشد. عيد 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 يا ناصر. لا لا ما عيد. لا تكفى تكفى. الشريط ما يعيد. الراديو ما يعيد. طيب دبه قديمه. انا بقول انشوده. بقول انشوده. يلا سمعنا. بقول انشوده. القنبري اللي ما يبهر من الهيل هيل مثل العجوز اللي خبيث دسمها دسمها زي كذا يعني. اي شيء اي شيء. ها الله يسلمك. طبختنا اليوم هي عبارة عن طبعا احنا نعتذر على الخلل الفني لكن من محاسن الصدف ان البث ما انقطع الا بعد ما انشدتنا. اوه الحمد لله. لذلك انا والله انا اكتشفت شيء انك انت ناصر وانت احمد جالس تسلكولي. خلاص انا بسحب عليكم والله بروح لعبد الله. عبد الله اخر من يسلك لك انا. لا عبد الله ما جاملني فقال ناصر لا تنشد ومع هذا انا اصليت قطع يوم قطع البث قال لك اوكي والله ما شاء الله يجي منك يا ناصر. لا والله يا جماعه ان صوته جميل. الله يسعدكم. طيب احنا انتهينا من طبختنا اليوم وراح يكون معنا الاستاذ احمد. تفضل يا استاذ احمد. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الويل لكم. كيف حالك؟ يا مرحبا. اهلا حبيبي كيفك؟ منورين حبيبي. منورك الله يحفظك. اكلتكم حلوه. الله يخليك. احنا اليوم طبختنا الجمبري والجمبري بالبصمات وطحينه. سلطه طحينه. سلطه طحينه. طيب نبدا بمن؟ نبدا بمين؟ نبدا الوفاده السقايه الرفاده. نبدا بالرفاده. نبدا يلا الرفاده. بسم الله الرحمن. نبدا باول واحد عبد الله عمر من مجموعه الرفاده وراح نشوف سكينه صغيره نشوف السؤال الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. السوا حلو مش شاربه زيت. تمام. وانت تقريبا الوحيد اللي تبلت فيه مظبوط. شفت الصحن الوحيد اللي تبل وحط الثوم والليمون كله على بعضه ما استعجلش. تمام. وسوا حلو. طحينه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. مظبوط. برافو عليك. لا تقيله ولا خفيفه. تسلم ايدك. تعالوا انتوا بقى انتوا الاثنين. انا ازاي احكم على صحنين؟ تمام. انتوا جات لكم مساعده خارجيه في الفصل. وانا شفتها بعيني. انت عدت تحمير الجمبري بتاعك. اي بس خلاص انا سلمت. مين اللي ساعدك؟ قول لي انت مين اللي ساعدك. انت بس ما سلمت. انا سلمت. مين اللي ساعدك؟ لا لا بسلمت. انا خلاص انا سلمت. انا بسالك سؤال. انت مين اللي ساعدك؟ لا شوف شوف بقول شيء. شوف شوف والله صدق والله يعني لا سبحان ولا دخل في احد. شوف انا سلمتها كذا ممتاز. يمكن المساعد الخارجيه قال لي سوها زياده يعني. بس حلو اخذت مساعد خارجيه. اي بس ما انا ما كنت ما استفدت منها شيء يعني. لكن هي لكن عد تحمير الجمبري ثاني. طيب هو وقت الفاصل هو كانت في مساعده لكن بالاخير قرر الشباب هل هم يعيدون تحميرها زي ما قال او مثلا ان احمد ياخذ مثلا معلومات مره واحده. عبد الله عمر بالاخير مساعده خارجيه. الراجل واقف بيضب زي ما هو. معلش بس انا سمعت انا صحيح ياسر كان موجود مع ناصر مزبوط. لكن ممكن عبد الله اذا كان الوضع اوكي يعني هو ما جو مكاننا هنا وانت معك حق وانت التحكيم عندك انت. لا 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 هو انتم قالوا لكم ارشادات معينه وانتم عملتوها. لا لا كقلي وكطحينيه انا خالص. لكن الفكره فكره صحن جيب صحن من هناك حتى هو جايب لي اياه خله عشان ما ينحسب علينا. انا رحت جبته من هناك صحن الثاني حطيته. فكره انه والله حط هذا كذا كله يعني من برا وهي تصير من الحلقات الماضيه لكن انه عاده زي عاده قال لي لا عمره ما صارت في الحلقه الماضيه ان في حد وجه حد بعد او في فاصل
قال له عيد تحمير او زود زيت او خفف طحينه او كلام في شيء يا استاذ احمد يعني شهاده حق بالذات مرعي وياسر سنان الاثنين طبخين كويسين بس انما ادوكوا ارشادات انا احكم برضو بس برضو المساعده دي يكون لها تاثير سلبي طيب عشان اكون صريح معك اي بس ما غيرت في 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 شيء في شيء في شيء انا ودي يعني شهاده حق وراح اقولها انا في جميع الفقرات اللي قدمتها اكلات سريعه في شباب متابقين من خلف الكاميرات تساعدون فانا حرام اني اظلم الشباب انا هنا صح. بالضبط فانا حرام اني انا اقول للشباب والله هنا انهم حصلوا مساعده انا اول مره اشوف المنظر ده لا لا انا 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 شفت انا شفت اول مره وحتى تكلمت على اللايف اكثر مره تكفون يا شباب تكفون يا شباب لا احد يساعد فانا حرام اني اظلم الشباب صح. هنا بس ما انا حرام انا ما اسفت انا مسلم ترى من قبل من فتره عرفت انت قعدت لا ما اسفت ما طلعت امر ذا ما دخلت تو قال بحطه قلت لا ما بحطه عموما احنا نقيم لكن انا مثل ما قلت استاذ احمد شهاده الحق يعني انا شفت في جميع الفقرات الماضيه كانت في مساعده خارجيه انا حرام اني اخص الشباب بس برضه لو قلت للحق الراجل ده برضه محدد ساعته لانه ما حد من اخويا معاه محدد ساعته يعني انت لو طيب تمام حد الساعه فبرضه طيب. انا ليه نصر بالله شفته بعيني صح احمد انا ليه بالله شفته بعيني وبرضه شيء انا نقطعه يعني صوره نقطعه وانا يا عم صورتك دي انا اخذها بعين الاعتبار الله يعطيك العافيه كلامك في محله لكن في فقرات برضو السقايه ما كان معهم احد في حلقات ثانيه الشباب الوفاده ما كان معهم احد ففي ايام شباب الحين فتره انهم يريحون ففي فتره الناس مهتمه تكون موجوده وفتره واحد ما يهتم يكون نايم وبالاخير وجهه نظر استاذ احمد يعني هو صادق لانه بالاخير احنا اخترنا المسابقين هنا عشان يطبخون لكن طالما ان الشباب كلهم مروا على مساعدات في الفقرات الماضيه فانا حرام اني انا اخصكم انتم بينما اذا تسمح لي يعني استاذ احمد فانا حرام اني انا اختصهم وباقي الشباب بالفقرات الماضيه استثنيهم فكان نبدا مع بسم الله الرحمن الرحيم ترى مره يعني ما كان كذا هاي بين عليكم الطحينه بتاعتك تقيله شوي احبها تقيله سميكه لا سميكه زياده شوي احبها تقيله شوي بسم الله الرحمن الرحيم الجمبري بتاعك فيه شويه محروق شويه زيت محروق الزيت محروق لكن مش هي مش محروقه تسويتك تسويتك شويه يعني كنت معلي الزيت على الاخر حرق لك الاطراف وما سوالكش جوه عندك كنت معليها على الاخر شوف عندك ثلاثة معلي النار على الاخر شوف واحد اثنين ثلاثة هم اخر الباقي كان هذا كله من البداية انا بقى اللي بيجي معايا بشوف السوية بتاعتك شوية ناية طيب شوف هذه وشوف هذه نشوف بسم الله الرحمن الرحيم نفس المشكلة انت كنت معلي النار زيادة على اللزوم طيب تسلم يدي طيب. نشوف ناصر الكنهل من فريق نشوف ناصر الكنهل دي انت عملت بابا غنوج بقى ليش تقيلة جدا دي مش طحينة بص دي سلطة طحينة لا تقيلة زيادة على اللزوم يعني كده وحتى تمتعك للبقدونس هلا هذا انت خلطت زين كبير, كبير شوية خلطت زين الله يجزاك خير كبير شوية بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الجمبري بتاعك بص الجمبري بتاعك غرقان زيت يعني كيف؟ انت مطلعه من الزيت على البتاع على طول ما صفيتوش لا 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 هذا خد هذا الدنيا كلها حواليك زيت تسويتك برضو شويه لسه كان عايز سوى زياده شويه كان عايز سوى شويه بس انا سويت البهارات والبقسماط سويتها كامل شفتك ولما الملح ويا وتصرفت كويس ايه؟ انك رجعت تغسله تاني حلو ايش رايك بالله نخلص اول واحد بعد برافو عليك الله يسعدك طيب احنا راح ناخذ النتائج لكن مو الحين راح ناخذ النتائج ممكن بعد الهوا ان شاء الله علشان نرصدها بالمدفع هذا المدفع اللي باقي وبعد بكره باذن الله الشكل والنظافه نظافه بس سؤال بس تسلم انا اعلن التحدي مع هذا الشيف على اي طبق اختاره ونطبخ انا وياه سوا تم والله متى والله بكره قوي هذه وانا موافق طيب هذا ترى يا مرعي هذا طعن بالشيف لكن تم والله بكره ان شاء الله تحدي باذن الله لا وانا تحدي استنجب واستنجب طيب ابشر يا سلطان الله يبيض طيب. وجهك ربنا يخليك احنا راح ناخذ النتائج لكن اعلان النتائج ما راح تكون بكره راح تكون يوم 21 باذن الله اللي هو في ختام البرنامج طيب استاذ احمد انت طيب شوف الشكل شوف خلاص انا قلت انا مش عايز اوضح برضو يعني مش عايز اشكر في حد زياده او ذم في حد زياده عشان ما حدش يعرف النتيجه فيكم جاي جاي واضحه يعني طيب يعطيكم العافيه شكرا لك ناصر شكرا لك عبد الله عمر شكرا لك حسين كبير يعطيكم العافيه يعطيك العافيه استاذ احمد شكرا لك يا حبيبي يعطيكم العافيه جميعا طبعا زي ما ذكرنا لكم جميعا ان اليوم فقره اكله سريعه هي اليوم قبل الختامي بكره راح تكون الحلقه الختاميه وراح يكون معي فهد سعير الطبخه الختاميه وراح يكون معي فهد سعير راح يكون معي محمد الشمراني وراح يكون معي الثالث بندر بجبع هذول هم الثلاثه راح يكونوا متواجدين معي بكره رساله ختاميه فيعطيكم العافيه جميعا شكرا لكم وشكرا لشركه سيف للتوكيلات التجاريه على رعايتنا شكرا لشركه سيف طلعتهم العافيه وما قصروا هذا الدعم اللي نحتاجه احنا فعلا يعني الناس تشوف يعني ان شاء الله
شركه مثل هذا تبادر لدعم هالبرامج الهادفه، الله يسعدهم ويوفقهم ويكتب اجرهم، ترقب مفاجاه الوفاده باذن الله. جيد، عسى الله يقويكم يا رب. نشكر برضو رعايتهم سيف، ما شاء الله مميزين طبعا وحريصين جدا ما شاء الله مع قناه بدايه على الله يسعدك. الله يسعدك، الله يعطيهم العافيه، بيض الله وجههم. شكرا لك يا حبيبي، يعطيك العافيه. ما قصرت وسامحنا اذا لا ابدا لا ابدا يا حبيبي، يعطيك العافيه. السلام على ابو صالح. بكره موعدنا باذن الله في الحلقه الختاميه والفقره الختاميه من برنامج اكله سريعه او فقره اكله سريعه الساعه 5 الى الساعه 45 دقيقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.